قصة كتير معروفة من قلب تكساس، وهي عن حقل نفط معروف باسم ييتس بول. بالواقع بخلال سنين الكساد، حقل النفط كان مزرعة خواريف بيملكها شخص اسمه السيد ييتس. بخلال هالأيام الصعبة القديمة ما كان السيد ييتس قادر يكسب مال كافي من تربية الخواريف والماشية ليسدد حتى رهن المزرعة. بمرحلة ما كان على وشك انه يخسر المزرعة لولا معونة صغيرة من الحكومة ساعدته يأمن عيشه بشق النفس. يوم ورا يوم بهالفترة هيدي كان السيد ييتس يرعى خواريفه بهالتلال الوعرة بغرب تكساس. يوم ورا يوم عاش بقلق وخوف وهم حيال كيفية تسديد الاحتياجات. يوم ورا يوم كان يرتعب حيال طريقة تسديد فواتيره. أمضى ليالي بدون نوم حرفياً من ورا الهم بسبب ظروفه الصعبة. ومن بعدها بأحد الأيام إجا عالم جيولوجيا مع شركة نفط ليشوفه وقال تعرف عندي إلهام بأنه يمكن في نفط تحت مزرعتك، هل تسمح لنا؟ أكيد ده هيدا احتمال بعيد، لكن إذا سمحت لنا أنه ننقب ونكتشف ما عندك شي تخسره. وأكيد بلشوا التنقيب عن ما يسمى بير جيزافي، وتعمقوا تقريبا لحد 340 متر واكتشفوا كمية ضخمة من النفط الخام. أول بير أنتج 80,000 برميل باليوم، وهذا كان كمية كبيرة بوقتها. والأبار الأخرى على العقار نفسه أنتجت تقريبا الضعف. لاحقا بعد 30 سنة راحوا للناحية الأخرى من المزرعة، وتدفق البترول كان حوالي 125,000 برميل باليوم، وكلهم ملك للسيد ييتس، كلهم ملكه. باليوم اللي اشترى فيه هالمزرعة الصغيرة هو امتلك كل الحق بالمعادن وكل الحق بالنفط الموجودين بالعقار، لكنه كان عايش على معونة صغيرة من الحكومة. مليونير كبير ومع ذلك كان عايش بفقر شديد. ملك بترول ما كان معه كفاية لياكل. ليه؟ لأنه ما كان عارف أنه في نفط تحت إجريه. وكان عنده ثروة كبيرة وبركات كتيرة، ومع ذلك ما قدر السيد ييتس لوحده أنه يكتشفها ويستخدمها. يا أحبة، بكل مرة بفكر بقصة السيد ييتس فكر بعدد المؤمنين بالرب يسوع المسيح، على الأرجح عشرات الآلاف من المؤمنين يلي مثله بعيشوا حقيقة بحرمان روحي، بينما الله سبق ومنحهم كل البركات الروحية لتباركهم وتجعلهم بركة للآخرين، عايشين فعليا بالقلة من الناحية الروحية، بينما مواهب الروح القدس الغنية متوفرة لهم ومنحت لهم يوم قدموا حياتهم للمسيح. شفنا بالعزة الأخيرة قديه من المسيحيين عم بعيشوا بالإحباط وعم بعيشوا بالسخط، بينما بالحقيقة هدية ميلادهم الروحي يلي أعطاهن إياه الروح القدس ما زالت غير مفتوحة وموضوعة على رفوف أذهانهم أو رفوف قلوبهم أو رفوف حياتهم. شفنا كيف انه ولا مؤمن بالرب يسوع المسيح بيقدر يقول ابدا ما عندي ولا موهبة. الكتاب المقدس بيعلمنا انه لما يسوع صعد الى العلا اعطى الناس عطايا، واذا فتحتوا معي على افسس الاصحاح 4 والاية 8، يسوع ما منحنا عطايا روحية فحسب، لكن يسوع عطانا نفسه. ما عطانا جزء من نفسه، ما عطانا تذكار من نفسه، بل عطانا نفسه. يسوع عطانا ملكوته، يسوع عطانا ميراثه، يسوع عطانا روحه، يسوع عطانا عرشه، يسوع عطانا حكمته، يسوع عطانا محبته، يسوع عطانا قوته، عطانا سلامه، عطانا مجده. بالواقع قال بولس انه عطانا كل بركة روحية بالسماويات. أعد الله موهبة شخصية وتعبير شخصي لهالموهبة
لإلك وإلك 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 شخصيا، مش الشخص الجالس قربكن ما فيكن حتى تنسخوها. ليه؟ لأنه نحن مش أعضاء يمكن تبديلها بجسد المسيح. لأجل هيك لما أي فرد مؤمن ما بيستخدم موهبته أو موهبتها كوكلاء لله، عمل الله بيعاني بشكل كبير، بشكل كبير. ليه؟ لأنه الله ما وهب فعليا المسيحيين الآخرين بالطريقة نفسها يلي وهبكن فيها. وموضوع أكبر من هيك حتى، اسمعوني بانتباه، عدم استخدام موهبتكن هو إهانة، إهانة لحكمة الله. عدم استخدام موهبتكن هو رفض لمحبته ورفض لنعمته، وهو خسارة كبيرة لكنيسته. لاحظوا معي الآية 8 من الإصحاح 4 من أفسس: إذ يسوع صعد إلى العلاء سبى سبيا، سبيا كبيرا، وأعطى الناس عطايا. شو بيقصد بولس هون؟ الصورة المنقولة هون كانت معروفة بكل العالم الروماني، هي صورة عظيمة لجنرال منتصر عظيم، جنرال غلب أعدائه وهزم خصومه. هودي الناس هن المسبيين يلي أسرهم الجنرال المنتصر، وهيدي هي الصورة بهالآية يلي عم ينقلنا إياها الرسول بولس. عم بيقول إنه لما يسوع راح للصليب وقام من بين الأموات وصعد إلى السماء، أخذ كل أعدائه أسرى. مين هن أعداء يسوع؟ الشيطان والخطية والموت، هودي هن أعدائه، أخذهم أسرى. وبعدين تماما كبطل عظيم منتصر وزع على رعاياه بيت من غنائمه، وزع لكل واحد منهم. لأجل هيك عنا قوة وعنا سلطان على الأعداء، على كل أعداء يسوع. موهبتكن الروحية هي من غنائم يسوع لانتصاره يلي هو عمله، ما عملتوا شيء لتستحقوها. لأنه مواهبنا الروحية هي جائزة يسوع لموته إله وقيامته. مواهبكن الروحية هي ملكية يسوع الخاصة، لكنه بيختار بمشيئته الإلهية وبمخططاته الإلهية وبكثرة نعمته بيختار، مثل ما قال بولس بأفسس 4:8، بيختار إنه يمنحنا هالمواهب. بالواقع بولس بيستخدم كلمة أخرى، تكلمنا عن كلمة كاريزماتا بالعزة السابقة، وهون بيستخدم كلمة أخرى دوماتا. وهالكلمة بالواقع بتعبر عن حقيقة إنه هالمواهب فعلا شاملة، ما حدا بيبقى من دونها. هالمواهب هن تسديده وتدبيره الكريم. لما ربنا يسوع المسيح صار على الأرض وعد بالواقع، قال مرارا لتلاميذه: لما روح للآب رح ارسلكن روحي. من الافضل لإلكن ان روح للآب، لانه لما روح للسماء رح ارسلكن روحي القدس المعزي ورح يعلنكن الحق. وبتشوفوا لما الروح القدس اجا تماما بعد 50 يوم بعد القيامة، لما الروح القدس نزل على الرسل يوم 50، اجا من السماء محمل بالعطايا لأولاده. وبعدين بيكمل بولس ليمنحنا لائحة جزئية هون بأفسس، لائحة بالعطايا، لكن لازم تضيفوا لللائحة رومية 12:3-8، كورنثوس الأولى 12:8-10، و28-30، وكمان أفسس 4 بدءا بالآية 11. الأسئلة يلي بيطرحها الناس، السؤال رقم 1: هل المواهب الروحية هي نفس المواهب الطبيعية؟ أشرت لهالسؤال باختصار شديد بالعظة السابقة، لأنه رح أتكلم عنه بالتفصيل اليوم. كل إنسان مسيحي أو غير مسيحي، كل إنسان مخلوق على صورة الله. وبما أنه نحن مخلوقين على صورة الله، كلنا عنا مواهب طبيعية، مولودين مع مواهب طبيعية. هالمواهب هي يلي بتمنحنا شخصيتنا. هي بتختلف عن مواهبنا الروحية، ورح فسر بغضون دقيقة. البعض موهوبين بالميكانيك، والبعض موهوبين بالطبخ، والبعض موهوبين بالرياضة، والبعض موهوبين بالرسم. هلأ ببعض الأحيان
الروح القدس بيجي يوم ميلادكم الروحي وبينفخ على هالموهبة الطبيعية وبيحولها لموهبة روحية. اسمحوا لي أعطيكم مثال. بالسبعينات كنت عايش بجنوب كاليفورنيا وكنت أعرف شخص مذهل كمندوب مبيعات، فعلا كان مندوب مبيعات ناجح لأقصى درجة. لاحقا الرب دخل حياته بشكل كتير قوي وآمن بالمسيح، نفخ الروح القدس على هالموهبة الطبيعية وصار أعظم المبشرين بالكرازة الفردية. ما قعد جون ولا مرة جنب شخص بمطار أو داخل طيارة أو باص أو قطار وين ما كان من دون ما يقودن للمسيح. ويلي صار هو إنه الروح القدس إجا وحول هالموهبة لموهبة روحية. السؤال الثاني، هل يمكن استخدام المواهب الروحية من دون ثمر الروح؟ هل بإمكان الشخص إنه يستخدم موهبة الروح من دون ثمر الروح؟ لمجرد تذكيركم، ثمر الروح هو، ناس كتار بتضيع بهالموضوع، من غلاطي الإصحاح 5 بولس بيوضح وبيقول ثمر الروح هو وأعمال الجسد هي بالجمع، وأما ثمر الروح فهو محبة، فرح، سلام، طول أنات، لطف، صلاح، إيمان وتعفف وضبط النفس. ثمر الروح القدس لازم إنه جميع المؤمنين يمارسوا يوميا. من دون ثمر الروح فعليا مواهبكم الروحية فاقدة القوة. يعني بكلمات أخرى، ثمر الروح القدس هو شرط أساسي للفعالية باستخدام مواهب الروح. أمين؟ المواهب من دون ثمر غير فعالة. يلي عم تعملوه يمكن عندكم كل مواهب العالم، من دون ثمر الروح انتو عم تبددوا طاقتكم وعم تتعبوا هدرا. وبتقولوا ليه يا مايكل؟ رح فسر لكم. ما في فايدة انه شخص مزاجه صعب يكون معلم لكلمة الله، صح؟ ما في فايدة انه شخص حائط، شخص عنده مرارة يتلمس اخرين. ما في جدوى. اكيد في كنايس مليانة بناس عندهم مواهب الروح لكن بدون ثمر الروح، مثل كنيسة كورنثوس كانت بتتمتع بكل المواهب يلي بتقدروا تتخيلوها. كل مواهب الروح كانت موجودة وكانوا مملوئين بهالمواهب، لكنهم كانوا أيضا مملوئين بأعمال الجسد. كان عندهم غضب ومرارة وفساد، كانوا عم بعيشوا نمط حياة ما بمجد الله وكل ما يتبعوا. لما ثمر الروح بغيب من المعادلة تفقد المواهب فعاليتها. من دون ثمر الروح فعالية المواهب تضعف وبتبطل بحياتكم وبحياتي. غياب ثمر الروح القدس بحياتنا بيجعل نتائج استخدام المواهب خالية وفائدة المعنى. لأجل هيك بحذر بولس أهل كورنثوس بالإصحاح 13 من كورنثوس الأولى، الإصحاح المألوف جدا لمعظم الناس حتى لغير المسيحيين، وبيقول فيه إذا عندكم موهبة الألسنة، إذا عندكم موهبة النبوة، إذا عندكم موهبة العلم، إذا عندكم موهبة الإيمان، إذا عندكم حتى موهبة الفقر الطوعي أو حتى الاستشهاد، لكن بدون الثمر اللي هو المحبة فالموهبة لا شيء. السؤال الثالث، هل مواهب الروح هي نفسها دوري كمسيحي؟ إذا نظرتوا للائحة رح تشوفوا بعض الأمور المذكورة وفيكم تقولوا أنا بعرف إنه هيدي هي المواهب المعطاة للناس، لكن مش مفروض إنه قوم بمعظم هالأمور، الرحمة والعطاء وكل هالأمور؟ نعم، بدي أفسر لكم هالأمر، هو كتير مهم، كتير كتير مهم. كتير من الأمور المذكورة بلائحة المواهب هي مطالب واضحة من كل المؤمنين. على سبيل المثال، كل مؤمن بالرب يسوع المسيح لازم يدفع عشور، يعني 10% على الأقل بالإضافة لتقدمة. إذا بدكم تفقروا أنفسكم، إذا ما بدكم تتباركوا فهيدا شأنكم، اتفقنا؟ لكن هيدا يلي بتطالب فيه الكلمة. ومع ذلك العطاء مذكور هون كموهبة من الروح، وأنا متأكد أنه بعدكم تنفس الصعداء وعم بيقول أنا مرتاح بعد ما سمعت أنه العطاء موهبة من الروح، أنا رح ارتاح
واسترخي بدون ما أعطي وأترك العطاء للي عنده موهبة روحية للعطاء. لا، مش بهالسرعة. أنتوا عم تفوتوا البركات الرائعة يلي بتنبع عن الأمانة بدفع العشور لعمل الله. لكن هناك البعض بالجسد يلي انعطوا موهبة محددة إنه يعطوا بكمية ضخمة. لأجل هيك الكتاب المقدس بيعلمنا إنه نقطة ضعف الرب هذا المذكور إنه هو بحب المعطي المسرور، عنده نقطة ضعف تجاه هالأشخاص، ورح فسر لكم هالأمر بعد لحظات. هالأشخاص ما بيعطوا 10% أو 20% أو 30%، ما بيهتموا حتى بحسم الضرائب على 50%، ما بيفكروا بهالأمور، ما بتهمهم هالتفاصيل. ليه؟ لأنه الله بيستخدمهم إلهم ليبارك عمله بوفرة. ولأجل هيك بتلاقوا إنه غالباً بعيد الله البركة لإلهم أسرع مما بيدفعوها لحق للرب. مثل تاني، الكتاب المقدس بيوصي كل المسيحيين إنه يكونوا شهود أمنا للإيمان، وهو أمر بسيط جداً. كنت خاطئ متجه نحو الجحيم، دخل يسوع لحياتي وغفر خطاياي، وهلأ أنا بطريقي للسماء. كل واحد فينا لما بتجينا الفرصة لازم نشهد للمسيح، لكن أيضاً الروح القدس أعطى البعض موهبة التبشير. مجدداً في شخص رح يرتاح ويقول ما عندي موهبة التبشير، مش مضطر اشهد. مش بهالسرعة بتكونوا عم تعصوا الرب إذا ما بتشاركوا بشهادتكم. مجدداً روح القدس بيعطي موهبة التبشير للبعض، وهالأشخاص هن عم بيقودوا ناس للمسيح باستمرار. هيك تستخدم هالموهبة. مثل آخر، مفروض كلنا نظهر رحمة. بعرف إنه هالنقطة تحدي للبعض أكثر من البعض الآخر، لكن مفروض إنه كلنا نظهر رحمة، وأيضاً أعطى روح القدس موهبة الرحمة لبعض الناس. السؤال الرابع، شو عن المواهب المزيفة؟ المواهب المزيفة فعلاً؟ هل في شيء اسمه مواهب مزيفة؟ أكيد سمعوا شو قال يسوع بمتى 24-24، لأنه سيقوم مسحاء كذبة وأنبياء كذبة، وسوف يعطون آيات عظيمة وعجائبة حتى يضلوا لو أمكن المختارين أيضاً. إبليس هو كائن بفوق الطبيعة، وعنده بعض القوة يلي بتفوق الطبيعة، ما بتعادل قوة الرب، لكن عنده بعض القوة الفائقة للطبيعة، والبعض من هالقوة بيستخدمها للخداع. تتذكروا موسى لما راح يواجه فرعون وبلش يقوم بمعجزات؟ استطاعوا السحرة المصريين انه يصنعوا المعجزات نفسها، لكن قوة الله غلبتهم. تعرفوا هيدي احدى الطرق يلي ابليس والمسيح الدجال بيقدروا يضلوا فيها المختارين بالايام الاخيره. لكن لما تكونوا تحت حمايه الله ورعايته رح يحميكم بموهبه تمييز ولو مؤقته اذا ما كان عندكم اياها كموهبه دائمه. وهيدي وحده من المواهب يلي بتقدروا تصلوا من اجلها باوقات معينه، والروح القدس رح يمنحكم اياها مؤقتا لتساعدكم لتميزوا الحق من الكذب. رسول بطرس بأعمال الرسل إصحاح 5 منح الروح القدس هالموهبة لحتى يقدر يميز خداع حنانيا وسفيرة. ومجددا بالإصحاح 8 أعمال 8-24 الروح القدس منحه هالموهبة مؤقتا ليتمكن من تمييز وفضح دوافع سيمون الساحر الشريرة. رح يمنحكم هالموهبة لما تطلبوها، لأنه الروح القدس بيرغب انه كلنا نميز ونعرف لما يكون شخص عم بيوعظ الحق او يعلم الحق او عم يعمل العكس. للأسف هالموهبة مش متوفرة بكثرة بجيلنا، وبحاجة انه نصلي من اجلها. هيدي الموهبة الوحيدة يلي لما بتطلبوها رح يمنحكن اياها ولو على اساس مؤقت. السؤال الاخير، السؤال رقم 5، كيف بكتشف موهبتي الروحية؟ أخذت وقت بالصلاة للرب وصمت وصليت، وأنا بشجعكم أنه تعملوا الأمر نفسه، عملوا الاختبار، لكن خذوا وقت بالصلاة للرب وخذوا وقت بالصوم مع الرب ووقفوا قدامه بتواضع إذا ما بتعرفوا موهبتكم بعد. لأنه لما بتعرفوا رح يوضع
بقلوبكن رغبة معينة. لا لا، مش رغبتكن الخاصة، مش يلي انتو بدكن تعملوه، لكن رح تعرفوا انه هالرغبة من الله، لانه هالرغبة هي انه تمارسوا موهبة معينة، وبعدين هالموهبة سريعا وبسهولة رح يأكدولكن ياها اخرين من مجموعة التلمذة ومن مجموعة الصلاة ومن القادة الروحيين. لما تكون هالرغبة من الله والله عم بيعطيكن ياها لأنه هدية عيد ميلادكن، رح تأكدها سريعا الكنيسة بكاملة. نصيحتي العامة للمؤمنين الشباب، شربوا كل ناحية من هالمواهب، من المواهب، حاولوا بكل أمر بينوجد أمامكن إذا بعد ما بتعرفوا، والأمر يلي بيولد فيكن فرح وحماس لما ما بتقدروا تنطروا لتقوموا من النوم لتروحوا وتقوموا بيلي وضعوا الله على قلوبكن، تعرفوا انه هيدي موهبتكن الروحية. بعرف انه شو ما كانت موهبتكن ما بيعني هالامر انه احيانا ما بتتعبوا، ما بترهقوا من استخدام الموهبة وبتحتاجوا لفرصة وبتحتاجوا لراحة. كلنا بنتعب، لكن بعد الراحة بتلاقوا أنفسكن مش قادرين تنطروا لتمارسوا موهبتكن. أمر أخير، لازم نتحلى جميعا بالتواضع لحتى يقيموا الآخرين من حولنا فعاليتنا. لازم نتحلى كلنا بالتواضع لحتى نقيم على استخدام موهبتنا. لما تكون مواهب الروح القدس فعالة بكنيسة معينة، رح تشوفوا عمل الله بقوة، يسوع رح يتمجد ويتكرم، وحياة الناس رح تتغير، وأمور كتيرة رح تحدث. ليلي بينكن بيعرفوا موهبتهم والنوعا ما حطيتوها على الرف، بدي اتحديكن اليوم. إذا كنتوا عم ترتاحوا هيدا أمر مفهوم، أمر مختلف، لكن ظهروها واستخدموها مجددا. الله بده يبارك الآخرين من خلالكن. إن أردت أن تتعرف على الله بطريقة شخصية، أطلب نسختك المجانية من هذا الكتاب العثور على الفرح المنشود. سوف تتعلم من خلاله عن محبة الله العميقة لك، وستختبر غفرانه غير المحدود. وإن كانت لك شركة روحية مع الله وتود أن تسير بقربه وفي مخافته أكثر وأكثر، كتيب الخطوات السبع في مغامرة إيمانك سيقودك إلى بناء علاقة حميمة مع الآب السماوي. أطلب نسختك المجانية الآن.